معقول كولونيل مأمن بشحمه ولحمه جاي لعند أبوكي؟ ما عم صدق يا مريم. سبحان اللي بغير وما بيتغير. إيه مالي مصدقة، مالي مصدقة. وأنا مثلك مالي مصدقة، بس شفته بعيوني. أنا قلبي ناقزني لك مريم. من شو؟ ناقزني قلبي من هالزيارة. لك لا، أنتي التانية، إيمي هالوساوس من راسك. أكيد جاية الكولونيل لعندنا مشان يعتذر من أبوكي. يعتذر من أبوكي؟ كولونيل ويعتذر من أبوكي؟ مستحيل، ما بيعتذر من حدا. هلا اجلي لي هالحديث لبعدين، انزلي ساوي القهوة. لك شو شو عم يصير؟ سلام قولا من رب الرحيم. لك امبارح كانوا ألد أعداء، واليوم ما شاء الله أصحاب وعم يزوروا بعضه. إيه، لا إله إلا الله، سبحان اللي بيغير وما بيتغير. أنا بعترف إني أخطأت بحقك وبحق كثير من الدمشقيين يا أبو طالب، وبعترف إني أخطأت بحق الشام كله. وطبعا صار هذا الشيء لأني ما كنت مدرك حقيقة أمتكم وحضارتكم العظيمة. فبتمنى تقبل اعتذاري عن كل شيء بدر مني تجاهك وتجاه كل أهل الشام. هذا الكلام بينم عن شخص أصيل وصاحب أخلاق عالية، والاعتراف بالخطأ فضيلة. اسمح لي إلك يا جناب الكولونيل، بعد الكلام الطيب اللي حكيته، أنا سعيد جدا بزيارتك لعندي، وبدي أشكرك من كل قلبي على وقفتك الطيبة إلى جانبي وجانب كافة الأسرة. وهذا شيء إذا بنم عن شخص قوي وحر وصاحب معدن طيب. أنا ما حكيت إلا الحقيقة يا أبو طالب. بسرني الكلام يا جناب الكولونيل، وبتمنى من كل الفرنسيين يصلوا للحقيقة اللي وصلت لها جنابك. لازم الكل يعرفوا الحقيقة. تعرف، إذا الفرنسيين بيصلوا لهالحقيقة بيكون لمصلحتنا ومصلحتكم. أنا بتمنى هالشي، وكلياتنا نحن بحاجة للحوار أكثر من الحروب، وممكن ننهض مع بعضنا ويعم الخير والسلام على كل الأرض. مظبوط، كلامك محله. وأنا كتير سعيد أني تعرفت على شخص مثلك، خلاني هيك عيد حساباتي وشوف الأمور بشكلها الصحيح. عن إذنك. تفضل. يسلموا يا بي. خير يا بي، شو بده؟ جاي هنيني بطلعتي بالسلامة. خير يا بي، شو بده؟ مثل ما قلت لك، طلع بده يبارك لأبوكي بطلعه بالسلامة. صلاة محمد، عن جد عم تحكي؟ لك ايه، هلا أبوكي حكالي هالحكي بعض لك لساني. بصراحة يا أبو طالب، لازم تفتخر وترفع راسك بصبية مثل أنسة مريم. على كل حال، هذا من ذوقك يا جناب الكولونيل. ما بخفيك سر، الأنسة مريم كان لها الفضل الأكبر بفهمي لتاريخكم أثناء جلساتنا أنا وياها وكميليا. أنت بتحكي بأصلك يا جناب الكولونيل. وبهنيك من كل قلبي على تربيتك الرائعة للأنسة مريم. الحمد لله. على كل حال جناب الكولونيل، في سؤال بسيط. اتفضل. بالنسبة لإعادة محاكمة باقي الأسرة، صار شيء جديد؟ قريبا، قريبا جدا، وثق تماما كل الوعود اللي حكيتها رح تتنفذ. بارك الله فيك، بارك الله فيك. أبو طالب، عم بيقولوا لي البنات كولونيل الأمن كان زايرنا. اي نعم. يو، وشلون هيك صار؟ عجيب وغريب أمره، لك كان من ألد خصومي. بيقولوا عنه بالشام ظالم وما في بقلبه رحمة بنوب بنوب. لك عم بقلك، بس شو اللي بدله؟ شي بمخول. سبحانه، سبحانه اللي بيغير وما بيتغير. يا سبحان الله. لك بتعرفي، اللي بيشوفه بالسجن عم بينهي ويؤمر ويضرب ويشتم ويسب، بيقول معقولة هذا اللي جاي لعند أبو طالب يستسمح ويعتذر؟ بيقولوا يا أبو طالب، قلوب البشر بين إيدين رب العالمين، بديرها وبيغيرها مثل ما بيريد عز وجل. إيه، بس في شي قلبه هالقلبة. شو هو هذا الشي؟ ما بعرف، ما بعرف يا شفيقة، بس لازم يكون صاير معه شي مهم لحتى نقلب هالقلبة. شي لك عم بيحكي كأنه من أهل الشام. الظاهر معدنه طيب، وبيقولوا يلي بيشرب من مية الشام وبيشم هواها إلا ما يعشقها ويحب أهلها وناسها. أيوة، والله الحق معي. أم عماد! إيه إيه، ليكني ليكني، ها ها ها، جيت. ها
في طوق كنت حاطه على هي العلبة أنا وينه؟ إيه أنا شفته وقمته حطيته هون بالكوميدينا. شو؟ ظاهر هالطوق غالي على قلبك كتير، مزبوط ولا مو مزبوط؟ لو سمحتي يا عماد، الشيء اللي بحطه على هذا المكتب ما تحركيه أبداً، وتحديداً هذا الطوق تتركي لي هون على العلبة. إيه من عيني، مشان الله لا تأخذني. خلص روحي نام. تصبح على خير. بونوي. أم عماد؟ إيوة خير. هلا أنا ما سألتك أنتي من وين؟ إيوة اللهم صلي على النبي، أنا من باب الجابية. باب الجابية إيه؟ بعرفها. بس وين صارت بالضبط؟ يعني بدك تقول بين الدرويشية والشاغور والسنجقدار والأنوات. حلو، يعني قريبة من الأنوات. إيه كان قريبة. طيب بتعرفي حدا من هنيك؟ معلوم، بصير ما أعرف. بتعرفي بيت الأنواتي؟ يو معلوم بعرف بيت الأنواتي، من أشهر عائلات الشام، ومن يوم بيومه صاحبين نخوة وسلطة وجاه. إلك وبيقولوا كمان إنه كبير حارة الأنوات من بيت الأنواتي. قصدك أبو طالب؟ أيوة بذات نفسه نور الدين الأنواتي. شو بتعرفي عنه؟ هو أنا ما بعرفه، بس بسمع الناس شو بيحكوا عنه. قال شو هو كريم وإيده للخير وبيدافع عن المظلوم وما بيرد خايب. شو كمان؟ الله وكيلك هذا اللي بعرفه. أنا برات باب هزقاء شو فيه ما بعرف. كمان بدي أسألك سؤال، هلأ أنتو بالشام الكل بيعرف بعضه؟ هو نحنا يعني ما منعرف بعضنا هيك شخص لشخص، نحنا منعرف بعضنا عيلات بتعرف عيلات. جنابك ليش عم تسأل؟ لا بس هيك مجرد سؤال. ايه فيك تروحي تنامي. تصبح على خير. بون. سيدي هلا انا بس بدي اسالك سؤال، انت ليش يعني تركت وظيفتك؟ لانه قررت ابقى بالشام وبدي اياك تدور لي على بيت بيشبه هذا البيت. ليش كمان بدك تترك البيت؟ طبعا هذا البيت بيرجع للحاكمية الفرنسية فلازم سلمه. تكرم عيونك سيدي، الشام فيها بيوت بطير يومين ثلاثة بأمن لك احلى بيت. تكرم. يا ريت يا ابو خضر يا ريت. تأمر امر سيدي. الله معك. يا أم عماد. ايه مرني يا ابني. ضبي لي كل أغراضي وجهزي لي شناتي. يو ولا شو شناتي؟ بدنا ننتقل على بيت جديد. وليش لحتى ننتقل على بيت جديد لا سمح الله؟ ما خلص تركت وظيفتي. يو تركت وظيفتك؟ يعني خلاص ما عدت كولونيل؟ خلص صرت شخص مدني وبدي اياكي تنتقلي معي وتشرفي هيك على حياتي وبيتي الجديد. ايوه هو يعني اشرف على بيتك الجديد، ابقى بخدامتك وتحت امرك، ما عندي مانع. بس انتقل على بيت جديد بدك تسمح لي. ما بقدر. طيب كيف هيك؟ انا لازم سلم هذا البيت للحاكميه. يو وشو دخلون هن؟ بيتي وأنا حلو فيه وما بدي أجره وخلاص ما عاد بدي أجره. ليش هذا البيت بيتك؟ إلك هذا البيت بيتي، بيتي اللي عشت فيه طول عمري، بيت أمي وأبي وإخواتي وأهلي وعيلتي كلها، كل شقفة بهالبيت شقفة من روحي ومن قلبي. بقى بدك إياني عيش بلا روح وبلا قلب؟ اسمع لعليك، إذا كان بدك إياني ضل بجنبك تبقى أنت هون وبتعيش معزز مكرم،
وإلك علي يمين ما بتركك طول ما أنا عايشة. أها أنا هلأ عرفت ليش كل هالقد البيت حلو، لأنه بيشبه ضحكتك وقلبك الطيب. تسلم لقلبي. شو قلت؟ ما بعرف، بدي فكر. يا ما بدها تفكير. إذا كان مو مصدقني هلأ بجيب لك ورقة الحجة. لا لا أمي ما قصدي هيك. ايوه معناتها لا بتحبنا ولا بتحب بلادنا ولا بتحب شامنا. بدك ما تزعل مني، أنا ما بقدر أترك بيتي، بموت وما بتركه. شو قلت؟ على ما يبدو أنه أهل الشام وهوى الشام وطيبة قلبك غلبوني. كنت عارفاني أنك أصيل ومعدنك طيب. تسلم لروحي. معناتها خلاص اتفقنا، توكلنا على الله، البيت بيتك وبترتبه على كيف كيفك. مساء الخير. اهلا وسهلا. شو المفاجأة الحلوة؟ أهلين أهلين أهلين. حبيت زورك مرة تانية. يا ميت أهلا وسهلا، شرفتوا، تفضلوا. يلا يلا. هلا يا ابو طالب، بس ما كون جيت بوقت غير مناسب. لا يا رجال، يا مين اهلا وسهلا، مطرح مطرحك. تفضل. الحقيقه انا قدمت استقالتي من شغلي وصرت شخص حر ومدني. هلا شو الحكي؟ مثل ما سمعت. خير ان شاء الله، شو المسببات؟ بصراحه يا ابو طالب، افكاري الجديده اللي تعلمتها من دمشق والدمشقيين ما عادت تتناسب مع أفكاري اللي إجيت من شانها لهون. وبصراحة كمان ما كان في أمامي خيارات غير إني إنهي حياتي الأمنية. إيوه. ووجودي بالسلطة الفرنسية يعني بيتعارض مع مبادئي وأفكاري الجديدة. شي يا سيدي، أنا بحييك على هذا القرار الجريء. وإذا بنم عن شي ما بنم غير عن شخص قوي وصاحب مبادئ وخلق عظيم. وكمان قررت استقر بالشام وابقى بشكل دائم هون. يا ميت اهلا وسهلا فيك. الشام واهل الشام بيتشرفوا انه يكون بيناتهم واحد مثل حكايتك، حر وكريم. واماني اي شيء بتطلبه رقابنا سداده. مشكور يا ابو طالب، انا اموري الماديه جيده وعم فكر اشتغل بالعمل التجاري. تفضل يا بي. تسلموا لي. يا بي شو اسمه بزياد الكولونيل اللي عنا؟ هلا تركين ضيفنا لحاله وعم ناخذ ونعطيه انا وياكي. والله معك حق، بس صراحه هي اللي صرعت نخيط. لك عيب عيب. وما راح اخبي عنك ابو طالب، يعني انا بعد ما قررت اني استقر بالشام وابقى هون صار يعني بالضروري اني اتزوج واعمل عيله. ليش لا؟ هذا الشيء كان لازم يصير من زمان. الجازية نص الدين. وبصراحة يا أبو طالب، أنت والأنسي مريم كان لكم الفضل الكبير بتغيير حساباتي. لا يا جناب الكولونيل، الفضل لرب العالمين، الهداية من الله عز وجل. وبصراحة كمان كريمتكم مريم هي اللي فتحت عيوني على شغلات كانت غايبة عني من خلال أخلاقها ووعيها. والله يا جناب الكولونيل، لو ما كنت أنت بالأساس صاحب معدن أصيل ما كنت تبدلت. ولكل هالأسباب اللي حكيت لك عنها يعني بيشرفني تكون كريمتكم الأنسي مريم شريكة حياتي. كأنه أبوكي مو على بعضه لك مريم؟
قولتك هيك شكله. ما شفتي كيف فايت على ارض الديار مثل المشلوش؟ بلا شفته. بس ليش يا ترى؟ الظاهر صاير شي بينه وبين الكولونيل. شو بده يصير بيناتهم يعني؟ ما بعرف، بس قلبه فوقاني تحتاني. بلش بالي ينشغل انا. ها وانا كمان. يفرقنا هالكولونيل بريحه طيبه وما بدنا شي. سيدي شو رأيك؟ أكلت أبوات وفتت مقادين، هلأ أكيد أم عماد نامت، يعني عشا ما في. سيدي والله أنا حاسس فيك، بدك تطول بالك، صدقني ما في مشكلة إلا وإلها حل. تصبح على خير. أنت من أهلا سيدي. الله أكبر يا وطن اسمك مطرس بالذهب والفضة. الله أكبر يا وطن يوم الوغى نندهلكو.